يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعنى الضالين هم الذين لا يعلمون وعبدوا الله على جهل ويدخل فيهم النصارى، أم أن معناها إنها للنصارى ثم يدخل بهم من هذه صفته؟ كل واحد يا أخي، كل سواء. إن في الذين يعبدون الله على جهل وضلال، ومنهم النصارى، أو أنهم النصارى ومن سار على طريقهم في عبادة الله على غير علم. نعم.